المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في السودان هذا المساء. وهذه أبرز العناوين: الجيش بيان الساعات الأولى من فجر اليوم يؤكد على مسؤوليته في حفظ أمن وسلامة البلاد. صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية يتعرف على فرص الاستثمار بالسودان. الاتحاد السوداني لكرة القدم يصدر قرارين بالتمرير. أهلا بكم. أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن حفظ وصون أمن وسلامة البلاد يقع على عاتقها دستورا وقانونا، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة. وبناء على هذه المسؤولية، أكدت أن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي خطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن. وجددت القوات المسلحة في بيان لها فجر اليوم تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية والتي لم تبخل في سبيل تحقيقها بتقديم المهج والأرواح رخيصة لينعم السودان بالأمن والاستقرار. الشعب السوداني الأبي يقع على عاتق القوات المسلحة السودانية دستورا وقانونا حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون. بناء على ذلك، وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن. هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، مما أثار الهلع والخوف في أوساط مواطنينا، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية. مواطنينا الكرام، لم تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات، وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، لأن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت بيبر وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان أيدين أوهارا بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق. وقدم رئيس المجلس خلال اللقاء شرحا حول مجمل تطورات العملية السياسية، مؤكدا التزام المؤسسة العسكرية بالعملية السياسية، مشددا على ضرورة إكمال عملية التوافق السياسي والوطني وأهمية تحقيق الاستقرار للسودان باعتباره جزءا من منظومة الاستقرار الإقليمي في المنطقة. وجدد رئيس المجلس حرصه التام على حل الإشكالات العالقة عن طريق التفاوض والانفتاح على جميع المبادرات التي تسهم في استقرار السودان. وقال البرهان إن استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة الدمج. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم اليوم القصر الجمهوري اجتماع مصفوفة مخرجات القمة الصينية العربية بحضور عدد من السادة الوزراء والجهات ذات الصلة،
وأشاد وزير الري والموارد المائية المكلف ضوء البيت عبد الرحمن في تصريح صحفي بمستوى التعاون المشترك بين السودان والصين، مبينا أن الاجتماع استعرض مصفوفة العمل المقدمة حول مخرجات القمة العربية الصينية، والتي تتضمن المشروعات والبرامج المقدمة من الوزارات والجهات المختصة للتعاون مع الجانب الصيني. وقال إن هذه المصفوفة تم فيها مراجعة كل الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين السودان وجمهورية الصين الشعبية، بجانب المشروعات الجديدة المقترحة للتعاون بين البلدين. اجتماع ده بيتكلم عن التحضير للقمة العربية الصينية، وحضروا يعني مجموعة كبيرة من الوزراء وجهات الاختصاص، ويعني اتناقشت فيه المصفوفة، يعني سبقته عدة اجتماعات الناس ناقشوا فيها، يعني رتبوا للقمة دي في شكل بتاع مصفوفة، وبنتوقع انه يعني خلاص اكتملت المصفوفة تماما، و يعني هتطورت في شكلها النهائي، ونتوقع ان شاء الله في الفترة الجاية دي يعني نكون جاهزين تماما للدخول للقمة. شكرا جزيلا. استقبل نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس إدارة الاستثمارات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد الحميد بمقر رئاسة الصندوق في مدينة الملك عبد الله المالية في العاصمة السعودية الرياض، وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بقيادة البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام. وتعرف الصندوق على فرص الاستثمار في السودان، لا سيما في المجال الزراعي، بما يتناسب مع مبادرة الأمن الغذائي العربي والتي أطلقتها جامعة الدول العربية، وتشرف على التبشير بها المنظمة العربية للتنمية الزراعية. عاشت منطقة الحوري بولاية القضارف ليلة عصيبة جراء حريق ضخم التهم محلج الحوري المملوك للشركة الأفريقية، وتسبب الرياح في امتداد مساحة الحريق وخروجه عن السيطرة رغم محاولات الدفاع المدني. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع في سياق التقرير التالي. ثلاث حوادث مماثلة في ظرف السنوات الأربع الماضية، القاسم المشترك بينها ضعف إجراءات السلامة والخسر الأكبر للمزارعون. حريق قضى على كل المخزون من القطن الجاهز للتصدير والخام بمحلج الحوري، حتى كتابة هذا التقرير تحاول قوات الدفاع المدني السيطرة عليه. صار لسه ما معروف احنا قاعدين نعمل في العدد بتاع البال والخام والبذرة، لكن متوقعين يعني يكون حاجة بسيطة للمزارعين والمحارش. المكن كيف بتاع المكن كلها في السليم وما في عوض. المتضررون من الحريق حملوا المسؤولية بشكل مباشر لضعف إجراءات السلامة، وشاهدهم في ذلك مقارنات مع محالج في ولايات أخرى، لكنهم أرجعوا الأمر مسلمين للقضاء والقدر. نحن الحريق شفناه قبل العصر في من محل النفايات، وجو الروم ما عملوا أي حاجة، فاتوا طفوا قدي بسيط وما عملوا أي حاجة من العصر شغال، عشان كده كل الهواء دخل النار اللهب جوا، وديش اللي حاصل الآن المزارعين غاية مصدر الله السلامة، لكن قالوا انه لا بد لحكومه الولايه انه اي محل دار يعمل في الولايه لا بد ان يعمل بالمواصفات بتاعت السلام والامان، الشيء المعروف لاداره المحارج وفي المحارج ان شاء الله. حكومه الولايه هبت لموقع الحريق ووقفت رفقه لجنه الامن على حجم الخسائر وجهود الاطفاء، ووعدت بمعالجات عاجله. تجري الان دي المره الحكايه تكررت في خلال الاربع سنوات دي في ثلاثه او اربع مواقع من المحارج. الآن احنا لازم كلجنة أمن الولاية معنا أخواننا في لجنة أمن ولاية القضارف، أخواننا المزارعين، أخواننا الشركة صاحبة المحلج، لازم نعمل لنا جلسة عشان نحد من الحاجات دي. أخواننا الآن في الصيف غايز في مشكلة في المياه على مستوى كل المناطق، تقريبا دريم منطقة الحوري ما فيها مشكلة مو الآن، أي محلج أو أي مصنع ممكن يعفر له بير ويكون في نفس الوقت نعمل نفسه الترتيبات الاحترازيه ان شاء الله. انا ولاسه مع اخواننا اصحاب كل المحارج الموجوده على مستوى ولايه القضارف، اذا كان محلج عامل او محلج ان شاء الله في طور الانشاء، لازم الان اي محلج او مصنع المواصفات الفنيه اللي بتمنع الكوارث والحريق ما اتعملت احنا ما حنوافق على اي مصنع محلج. وعلى الرغم من استمرار هبوب الرياح التي ضاعفت من مجهود السيطره على الحريق،
إلا أن سلامة الأرواح خاصة مواطني قرية الحوري خففت من ثقل المصاب، لكن تبقى مراجعة إجراءات الأمن والسلامة مطلبا أولا. محمد الفاتح، الشروق، ولاية الجضارف. رياضيا، أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم قرارين بالتمرير بتكوين لجنة لفض المنازعات وتغيير في لجنتي أوضاع وانتقالات اللاعبين ولجنة المسابقات. وتم تكوين لجنة لفض المنازعات بمولانا أحمد الطاهر النور رئيسا، والأستاذ توفيق محمد علي نائبا للرئيس، وحازم حمزة حامد ممثلا للأندية، إلى جانب عضوية آخرين كممثلين للأندية. ختام النشرة، أعود وأذكر بالعناوين. الجيش، بيان الساعات الأولى من فجر اليوم يؤكد على مسؤوليته في حفظ أمن وسلامة البلاد. صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية يتعرف على فرص الاستثمار بالسودان. الاتحاد السوداني لكرة القدم يصدر قرارين بالتمرير. بذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا في السودان هذا المساء. لمزيد من المعلومات والأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني شروق.net.sd. في أمان الله.